السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج أحلامنا الذي يتكلم على الرؤى والأحلام. حديثنا اليوم يتكلم على رؤية الهجرة في المنام. رؤية الهجرة ليس هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الهجرة في الإسلام، ولكن نتكلم على الهجرة في علم الرؤى والأحلام. الذي يهاجر في المنام له تأويلات كثيرة وله تأويلات عظيمة جدا، ولكن معظم الهجرة في المنام دائما يكون فيها الخير. الهجرة في المنام تبين على تغيير بعض الأمور وإصلاح بعض الأمور في حياة الرأي. اللي شاف المنام الله جل وعلا سيغير له بعض الأمور. ناخذ الحديث عن الهجرة في الأحلام بعد ولاء. اتفضلي يا ولاء، معنا أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة ولاء. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت البارح إن أنا عليا حاجة دخلت فيها أو شكتها، فنزلت حاجة بيضة في الجفن بتاع عينيا. تمام. فبعد كده لقيت دم في الجفن، يعني نقط دم. بعد شوية قالوا ده عينيكي بقت حلوة ما فيهاش حاجة، فكنت خايفة في الحلم عينيا يحصل لها حاجة. تاني حلم يا ولاء، حلمت ولاء بالراحة عليا يا ولاء. موضوع عينيك في المنام الأول، أنت مصابة بنوع من أنواع الأذى، أو في بعض الناس ينظرون إليك فيما آتاك الله من النعم، ولكن ربنا أزال هذا الحسد عنك، فقول الحمد لله. الحمد لله. قول الرؤية الثانية. الحلم الثاني يا شيخ، حلمت ان من اسبوع كده تقريبا، ان امي احنا واقفين في بيتنا اللي هو بيت العيله، ففي بيقولوا المجاري هجمت على البيت وكده، فلقيت امي، فانا بصرخ على اخر واقول امي امي هتنزل في الميه، فلقيت تحت زي تحت سلم كده امي نزلت عايمه على وش الميه وهتنزل تحت السلم هتموت، يعني لو دخلت تحت السلم خلاص الميه خدتها وهتموت. فانا خدتها، جبت انا شدت امي من على وش المايه ولقيتها خفيفه وخدتها على صدري ولقيتها حيه في المنام. اما عمتي متوفيه نزلت في المجاري ديت وما عرفناش نطلعها، بس امي انا طلعتها وحطيتها على صدري. انت معاكم مشاكل او خلافات مع حد يا ولاء؟ لا. ربنا حفظكم من خلافات او من مشاكل او من فتن او من اشياء في الحياه، فقول الحمد لله. ولكن عمتك المتوفاة يدل إن هي محتاجة إلى دعاء أو إلى صدقة، والله أعلم. معنا هناء، اتفضل يا هناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة هناء، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله يا فندم تمام. طب يا رب دايما تكون بخير على طول. الحمد لله. طيب انا عندي يعني حلم لاختي وحاجه بسيطه كده ليا صغيره يعني. اتفضلي لو كانت الرؤيه الاولى قصيره يا هناء هقول لك قولي الثانيه. طيب بصي حضرتك، هي اختي حلمت ان راسها بتنزل ميه عباره عن سرسوب كده، كذا سرسوب جنب بعض نازلين على قريتها، بس كده. هي اختك تعاني من تعب او مرض؟ ايوه بتعالج. سيزال الله عنها، وربنا هيخفف عنها بعض الاعباء او التعب او المرض في الحياه. اللهم امين يا رب. قولي الثانيه. طب حلمت ان امي الله يرحمها بتصلي، وكان شكلها صغير. تمام. وبعدين شفت واحده اسمها ام عمر، هي جارتنا، ادتنا كيس فيه عيش كتير، وبعدين شفت الفنان حسين رياض. تمام. واشكرك. تؤمرين امر يا هناء. اولا موضوع الام ان هي ما تصلي يدل ان هناك اجر وثواب وصل للام في قبرها، فهي في مكانه طيبه جميله عظيمه عند رب العالمين. أو إن أعمال الأم كانت أعمال طيبة جميلة لها في الحياة، فأعمال الأم خدمتها عندما توفاها الله فهي في مكانة عظيمة. كلمة حسين رياض، حسين دل على تحسين وعلى تجميل الأمور لك أنت لأنك رأيت المنام. كلمة رياض، ده كلمة رياض الكلام عنه كثير جدا، ولكن هناك
تأويلات عظيمة لكلمة رياض، فرياض يدل على الراحة والسعادة والسرور لمن رأت المنام والله أعلم. معنا محمود، اتفضل يا محمود. وعليكم السلام، ارفع صوت يا محمود. وعليكم السلام حبيبي الغالي. مين؟ محمود من سوهاج. تفضل، اهلا بك يا محمود واهلا بالصعايده وباهل سوهاج الكرام. خليك في مكان في شبكه يا محمود، وعلي الصوت وبطل التلفزيون. ماشي معاك. انا بس حلمت اللي جيت من زمان. لا مش سامع حاجه منك يا محمود. حاول تكلمنا تاني يا محمود حبيبي. معانا عزه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عزه. بقول لحضرتك انا مامتي متوفيه عليها رحمه الله، وحلمت اللي راح ازورها، فهي مدفونه زي اوضه كده وفيها شباك، والشباك كان مفتوح، فقلت ابص بصه كده، فبصيت لقيت حد كده بكفن ابيض، بس يعني ايه الوش باين والشعر باين. تمام. لقيت المنظر جميل قوي، فانا ما عرفتش من كتر جمال دي مين، فبصيت تاني فلقيتها مامتي، فمن كتر الفرحه مشيت، وانا جايه امشي لقيت قامت نادها عليا، قالت لي الحمد لله على السلامه، انت ما انت عارفه اخر مره زرتني امتى؟ يا زعلانه بقالي فتره ما زرتهاش، قلت لها والله انا بدعي لك وبطلع لك صدقه ودايما بقعد استغفر لك وكده، وهي كانت فرحانه جدا، كانت جمال جميل يعني ما شاء الله، كانت بيض وشها ابيض وفرحانه، واول مره اشوفها جميله كده. وبعد كده في روح طارت من المقابر، بس انا مش عارفه دي ايه. تمام. بس كده. ده يدلل ان الام فرحانه وسعيده بكم، لان الظاهر هناك اجر وثواب وصل اليها في قبرها، في حد دعا لها او استغفر لها او عمل لها صدقه او عمل لها يعني شيء معين ووصل هذا الامر في القبر. ولكن هي زعلانه انكم كنتم مقصرين في امر الزياره، لان الزياره سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام للرجال، وسنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تكون يوم الجمعه. فيريد اهل الاسره من الرجال يزورون يعني الام على القبر، لان الميت يستانس بما يزوره على قبره، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في معنى الحديث معناه ان الميت ليسمع شراك نعل احدكم، يعني الواحد لما يكون ماشي على المقبره الميت يسمع بما يسير من الاحياء وبما يقوله الاحياء والله اعلم. معنا محمد، اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من الشرقيه. اهلا بك وباهل الشرقيه الكرام. الله يسر معاك يا فضيله الشيخ. ومعاك حبيبي الغالي. انا شيخ بضحك بالليل وانا نايم. ما تعمل ايه؟ بضحك بالليل وانا نايم وانا نايم بحلم انني بضحك، وفي نهايه الحلم بصحى على الضحك. يعني انت عامل زينا على كده، انا بعد احيانا والله اقوم من النوم اجي نفسي مضحك. بيدل على الراحة والسعادة والسرور. والله اقسم بالله يا فضيلة الشيخ. أنا مصدق لما أقول لك أنا عن نفسي حبيبي الغالي، والله ما أقوم من النوم أجد نفسي إن أنا أقهقه، يعني أضحك حتى بصوت مرتفع. ودي أصلاً دي من عند ربنا. واللي يعمل كده يدل إن هو يرى شيء في منامه إنه مضحك، فهو كده بيقوم يضحك. لأن عالم الأحلام ده عالم عجيب وعالم غريب. يعني يزهد العقول. واحدة تقوم من النوم تقول له والله فضيلة الشيخ رأيت في منامي إن أنا محناة، قمت من النوم لقيت نفسي محناية. وقيس على هذا المنوال، واحد والله يقول لي فضيلة الشيخ رأيت في المنام أن الطبيب يعمل لي عملية حصوة على الكلى، ورحت بعد يومين عشان أعمل، لأن وجدت نفسي إن أنا خافف، عملت إشاعة وجدت إن الحصوة غير موجودة. وقيس على هذا المنوال في علم الرؤى والأحلام، ده علم عجيب غريب والله أعلم. معنا هاجر، فضل يا هاجر. أيوة السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هاجر. لو سمحت يا شيخ، بنت عمي حلمت إن هي بتشد حاجة من مناخيرها زي الحبل كده طويلة ملهاش نهاية. تمام. ده أول رؤية، ده الحلم اللي هي حلمت. دقيقة يا هاجر. ماشي. يا هاجر، هي متزوجة؟ ايوه.
هي تعاني من مشاكل او خلافات؟ ايوه تعاني مع جوزها. ده اكيد، مش هي تعاني، ده اكيد، لان هي مش شد من حياتي من الانف، معناها ان هي مصابه يا هاجر بنوع من انواع الاذى الشديد العظيم جدا. فاوصيها ان هي تعمل الرقيه الشرعيه، او تحافظ على قراءه ايه الكرسي او المعوذتين او الاخلاص في الصباح والمساء يا هاجر. ماشي، قول الرؤيه الثانيه. لو سمحت يا شيخ، حلمت ان امي بتديني شكاره، في الشكاره بنفتحها في المنام بنحسبه فيها حاجات يعني، فلقينا في الشكاره زي بتاع العنب دوت اللي هو الاخضر ده، لقينا فيه حربيتين. تمام. فامي خدت الشكاره مني ورمتها، فانا كنت خايفه ان الحربايه تكون عضتني في المنام، فكل شويه اروح لممرضه فقالت لي ما تخافيش مش عامله فيك حاجه. تمام يا هاجر. ماشي يا هاجر. خلاص قطع الخط يا هاجر. ده يدل ان ربنا حينجيك وربنا حيحفظك من امراه حربايه، امراه نجسه قذره قلبه اسود من السواد. الله جل وعلا سيحفظك وسينجيك منها يا هاجر، فقولي الحمد لله والله اعلم. معانا سمر، اتفضلي يا سمر. الو، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا سمر تمام. بص يا سيدنا الشيخ، انا معايا ثلاث احلام بس قصيرين جدا يعني. تمام. حلمت ان انا متجوزه، وحلمت ان مرات عمي مدياني رغيف عيش وطبقين فيهم اكل يعني. تمام. حته لحمه. نعم. والحلم الثاني ان بنت عمي الصغيره حلمت ان ادتني جوفيايه صغير، جوفيايه يعني. تمام. بس اديتهاني، فهي كان معاها وحيتاني، فانا اخذت منها برضو الثانيه. يا سمر. انت معاكي اولاد يا سمر؟ لا لسه ربنا ما ادانيش. ابشر وقول الحمد لله، ربنا سيمن عليك بالذريه يا سمر، بس اول مولود احتمال كبير سيكون انثى، هتجيبي بنت يا سمر. اللهم امين يا رب. وان ربنا هيجعل لك الحياه طيبه جميله. موضوع العيش سعيده جدا، والمنام يبين يا سمر انك انت انسانه كريمه، عندك صفه الكرم والجود، ليس انسانه بخيل او شحيحه، من الله عليك بالصفات الجميله العظيمه جدا يا سمر. اسال الله ان يحفظك الله من كل سوء. اتفضلي يا ندى. ندى. الو. ايوه يا ندى. ايوه صحيح. وعليكم السلام يا ندى. لو سمحت انا عاوز اسال على خليكي في مكان في شبكه يا ندى، الخط مقطع. الو. ايوه سامعك، اتفضلي. لا ما كلميني تاني يا ندى، الخط ما سامعينش حاجه مني، خليكي مكان في شبكه. معانا الاستاذ علي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام حبيبي الغالي. لو سمحت مولانا، عندي حلم كده، انا يعني عندي مشاكل في القلب كده من 6 سنين يعني. ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك يا اخ علي. شكرا 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 فضيله الشيخ. اتفضل حبيبي. حلمت من حوالي 4 سنين كده ان انا نايم في مكان، لكن المكان ده مظلم شويه، ما فيش نور غير على المكان اللي انا نايم فيه. تمام. وبعدين جت ايد من ناحيه اليمين كده، بس انا مش شايف صاحبها يعني ايد. نعم. وبدا يملس على صدري على الناحيه الشمال يعني. تمام. فحسيت براحه وطمانينه غير عاديه وغير موصوفه يعني. نعم. فسالت مين ايد مين دي؟ فرد علي، في حد رد عليا كده وقال لي دي ايد الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. لكن يا مولانا والله لم اشعر بهذه اللذه والمتعه والراحه في قلبي يعني كده في حياتي، ما شفتهاش يعني. يا علي. لدرجه ان انا في المنام بقيت نقول الله 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 من الجمال يعني، من جمال الراحه كده. يا علي. اتفضل يا مولانا. انا حسألك سؤال وحتجاوب عليه، وانا اعلم علم اليقين بالاجابه اللي انت حتجاوبها يا علي. اتفضل. انت مصلي يا علي؟ لا. انت مش مصلي؟ منقطع يعني، بس الاغلبيه انا ما بنصليش للاسف يعني. تمام. انت قلبك يا علي بقدرك انت لا تصلي، وهذا الكلام لا يجوز في شريعه الاسلام، بس قلبك رقيق جدا يا علي، قلبك من القلوب الصافيه البيضاء الغير كارهه او حاقده او حاسده او جاحده على احد، وستكون قريب جدا 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 يا علي من الله، وستكون محب للنبي عليه الصلاه والسلام، وربنا سيريح قلبك، وربنا سيقدم لك الشفاء
لأن الذي وضع يده على قلبك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويشفي جميع مرضانا يا رب العالمين، والله أعلم. اتفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد. أيوة، أنا والدتي متوفية عليها رحمة الله، وحلمت بيها إن هي كانت جاية وأنا كنت بعمل أكلة عدس. عدس وبحط عدس، تمام، وبضيف حاجات تانية عليها هم ما كانش بيعملوا بيضيفوها زمان يعني، تمام. فبقول لها يا امي، بتقول لي انا عايزه اكل، بقول لها طيب السنه هي وخمس دقايق بالظبط والاكل هيخلص. قالت لا انا مش هاكل من اللي انت بتعمليه ده، وده انا مش عارفه انت بتحطي فيها. قلت لها لا ده جميل قوي، ده هيعجبك وهتحبيه، وده حاجات مفيده جدا، لان انا بضيفها لاولادي علشان يفيدوها في جسمهم، لجسمهم يعني، تمام. فقالت لي ماشي، واستنت وشويه بتقول لي ده سلفتك ولدت، اللي هي الصغيرة، تمام، الأصغر اللي هي داخلة بعديها. فبقول لها ولدت؟ ولدت ازاي يا أمي، ده أنا لسه شايفاها الصبح. قالت لي لا ولدت، ده حلم. في استفسار بقى كده معلش صغير. اتفضلي. أنا دايما بحلم بجاموس كتير، وبحلم بأطفال أولاد كتير، ويعني بحلم بيهم كتير كتير بكثرة كتير جدا، الجاموس والأولاد. تمام، هفسرك إن شاء الله يا أم أحمد. العدس يا أم أحمد ربنا ذكره في القرآن الكريم مع سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل. العدس والفول والقثاء والبصل وقيسي والمن والسلوى. فربنا سبحانه وتعالى يبين من نسبة العدس، يدل ان ربنا من عليك بصفه التواضع، انت انسانه متواضعه ليس متكبره وليس متعاليه. موضوع الام، هناك اجر وثواب وصل الى الام المتوفاه في قبرها. موضوع سلفتك ان هي ولدت، هي سلفتك ربنا حمل عليها بالحمل، او سيمن الله عليها بامر من الامور سيكون عظيما جدا. في رؤيا الثانيه موضوع الجاموس يدل على قدوم الخير والرزق، وسيحفظك الله من الأعداء والحاقدين. موضوع الأولاد دائما ده يدل إن ربنا سيبشرك بالخير وسيبشرك بشرة طيبة، وكذلك أنت سيمن الله عليك بالحمل، والله أعلم. اتفضلي يا دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دعاء ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بس بعد إذنك عندي حلمين يعني ممكن أقولهم؟ لو كانت رؤية قصيرة يا دعاء هقول لك قولي الرؤية الثانية على راسي، تفضلي. طب خلاص يا شيخ، بص أنا حلمت إن أنا ميتة. تمام. ومتكفلة. وبعد كده هو بس يوم أربع راح أخوي قال لا احنا مش هندفنها غير يوم الجمعة، عشان اليوم ده هو اللي ربنا خلق فيه الدنيا، الاحسان بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى بصير. تمام. روح دي ثاني ايه، انا بقيت متضايقه، انا طبعا اتكفن واقول لك رم ما يدفن ازاي يسيبوني الفتره دي كلها وانا متكفنه من غير ما يدفنوني، فبقيت متضايقه خالص. فعدت الايام وصبح يوم الجمعه ده هو، ورحت الدفن، فروحت نمت في القبر بتاعي، لقيت نفسي مأخذة بالشبشب، فروحت قلت ما ينفعش بالشبشب، جيت طلعت دلعته ودخلت نمت ثاني، الله حسيت انه يجيك ايه قوي وردت فيه الروح ثاني، فطلعت وقلت يما انا لسه عايشه انا ما متش، رحت قلعت الكفن بتاعي ومشيت مع امي. تمام. ده اول حلم. كملي الثاني، قولي. الثاني ان اختي حلمت انه مرت جدي متوفيه هي. قالت راحت اختي يعني حلمتها انه بتقول لها ايه؟ انه دعاء الذهب اللي راح منها هيرجع لها ثاني. انت في ذهب السرق بالنيكي؟ لا انا يا اسماء، لكن انا اسماء بتاعت الحلم الاولاني، اما دعاء دي مفيش ذهب ضاع منها ولا حاجه. مفيش ذهب ضاع من دعاء؟ لا، بس هي كانت مخطوبه قبل كده وما حصلش نصيب. ما هو الذهب اللي راح منها ده؟ هفسرك ان شاء الله. اولا موضوع انك انت تموتي ده يدلي انك انت من اهل الحق ليس من اهل الباطل. موضوع ان هم حتفون انت مت يوم الاربعاء حتفونك يوم الجمعه، ده انت حتكوني من اهل الحق ليس من اهل الباطل، وان ربنا حيتوفاك بعد عمر طويل اطال الله في عمرك على الاسلام والايمان والتوحيد.
لما انت تقولي برضو ان انا برضو هيدفنوني بالشبشب، ما انت عايز تفنوك بايه؟ لما ده علم رؤى واحلام، ودي اصلا المنامات. ولكن يدل ان في حاجه في حياتك تحتاج الى تعديل والى نصح والى ارشاد. موضوع انك انت هتدفني بالشبشب، موضوع لما انت تقول ده لسه انا عايشه، يدل ان عمرك طويل، ستعيش عمرا كبيرا. والاخت التي رات الجده وما قيل وما ذكر، ما تقول ان اسماء تقريبا او نادي او تقريبا دعاء اللي ضاع منها الدعاء، بيقول ان الدعاء دي افتقدت الى شيء ما، وانت ما تقول ان هي كانت مخطوبه وتم الانفصال. اسال الله ان يمن الله عليها بالزواج، والله اعلم. معنا ام محمود. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام محمود. لو سمعت يا شيخ، عندي ثلاث احلام كده قصيرين. هناخد منك رؤيتين لو كانوا قصيرين منك يا ام محمود. ماشي. اول حاجه بنحلم على طول ان انا في حمام، ان انا داخل الحمام او انا في حمام. تمام. على طول الاحلام ده ما تسيبنيش خالص. وبرده في نفس الوقت بنحلم على طول ان انا في مستشفى، بس داخله لحد وتايهه في المستشفى، بنطلع الادوار وننزل ومش عارفه انا رايحه لمين، وتايهه كده في المستشفى. يا ام محمود. نعم. في حياه ملخبطه في حياتك يا ام محمود؟ لا يعني مش ملخبطه ولا حاجه، بالعكس يعني، بس متاهات كتير كده يعني، ما تخسريش انا يعني، بتخص اهلي يعني، شغل دماغي في حاجات كتير فعلا. ما في حاجات ملخبطه في حياتك يا ابو محمود، في حاجات غير مرتبه غير مهيئه، في حاجات. أيوة. اسال الله ان ربنا يصلح منها ويعدل منها يا ام محمود، سواء كان هي مع غيرك او معاك او شغله بالك، ما دي في حاجات لك في الحياه. ممكن يكون في حد عزيز عليك زي اخوك او اختك او امك او خالك او جدك او عمك، او قيسي على هذا المنوال، ما دي برضه حاجات ما تشغل البال وتشغل الفكر. ولذلك جميع الامه الان تعاني من هذه الامور. تسال اي واحد يقول لك انا مش مرتاح، الفقير مش مرتاح، والغني مش مرتاح، المريض مش مرتاح، والصحيح مش مرتاح، الموظف مش مرتاح، والذي لا يعمل غير مرتاح. وقيس على هذا المنوال ليه؟ لان الناس بعدت عن ربنا. الاجابه من قوسين، البعد عن الله يفعل كثير، والله اعلم. اتفضل يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا منى. انا ايوه حضرتك، انا كنت مخطوبه. تمام. كنت مخطوبه. نعم. وساعة ما كنت مخطوبه كانت حصلت يعني سوء فهم بيني وبين خطيبي، فحلمت في اليوم دوت. لا، حصل حصل فهم ولا سوء فهم؟ يعني هو قطع من نفسه كده، ما بقاش يجيلي. حصل سوء فهم. سوء فهم. اه ده ما يبقاش يسال عليا ولا يتصل بيا ولا اي حاجه. تمام. فحلمت وانا نايمه العصر ان في تعبان كبير شكله ضخم جدا دخل تحت البطنيه جنبي وامديله مقطوع وطلع بره الشقه. تمام. ده اول حلم. وحلم لا، دقيقه واحده يا منى، دقيقه واحده يا منى، عشان مش صلج بيضه يا منى. ده يدل ان في حد دخل في الموضوع يا منى. لابد ان تسال عن السبب وتسال عن الامر، وتمحص في كل كبيرة وفي كل صغيرة في هذا الأمر إنه يخصك، لأن الظاهر في حد دخل في الموضوع وعايز يبعد ما بينك وبينه لحكمة ولعلة، يعني حاجة في نفس يعقوب قضاها، والله أعلم. قول الرؤية الثانية يا منى. الثاني سامعك. الثاني كنت قاعدة على الكنبة وقلعت الدبلة أنا من نفسي ومترميها من الشباك. تمام. لا، عشان برضك بصريح معاك يا منى واقول لك الحقيقه والصراحه، لما انت تخلع الدبله انت بنفسك وترميها من الشباك، ده انت عندك امر من الامور يحتاج الى تعديل والى توجيه ووعي وارشاد. بس ايه هو الامر ده؟ الله اعلم. ممكن تكون انت مثلا عصبيه، ممكن انت متسرعه في الفكر، متسرعه في الراي، ما عندكيش تبادل فكري بينك وبينه. قيسي على هذا المنوال. لابد انك انت يا بنيتي تجلسي بينك وبين نفسك وتدرسي بعض الامور لك في الحياه، والله اعلم. اتفضلي يا ام محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام محمود. استحلفك بالله، استحلفك بالله، انا معايا حلمين صغيرين بس تفسرهم لي بالظبط لان انا قلقانه منهم. بس انت كلميني بالراحه، معاك لغايه اخر الحلقه يا ام محمود، براحتك جدا. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. بص، انا حلمت ان انا مسافره واقفه على محطه القطر، والقطر اللي انا هركب فيه كان رقمه تقريبا 930 رقم. تمام. القطر. تمام. والعربيه عربيه 8، فانا واقفه في اخر الرصيف مكان ما هتيجي عربيه 8. تمام. راح حد قال لي اطلعي قدام شويه، طلعت لقدام بصيت لقيت مكتوب عربيه 2 وعربيه 3.
تمام. رحت قلت لا انا كده هرجع تاني عند عربيه 8 لورا. تمام. بس كده. وبعديها بيومين يا ام محمود معين. يا ام اتفضل بالراحه. انت نفسك في حاجه او طلب حاجه او انت عقلتك في حاجه حتى الان لم تتحقق ولم تتيسر لك حتى الان؟ أيوة. بس ما تذكريش، قول الرؤيه الثانيه. طب نفس بعديها بيومين او بثلاث ايام حلمت برضو ان انا بشد الشنط بتاعتي وداخله على رصيف المحطه، ولقيت القطر جديد كده وحلو داخل على الرصيف، فبقول هو ده القطر اللي هركبه؟ قالوا لي ايوه هو دوت، بس هيخش على رصيف واحد وانت في عربيه واحد. تمام. بس كده. يا ام محمود. اتفضل. انت معاكي مشاكل زوجيه؟ اه يا فضيله الشيخ. اه. خلاص اسمعيني من التلفزيون يا ام محمود. قلنا. اولا ام محمود موضوع العربيه 930 930 ربنا حتم لك امر على عجل في الايام القادمه، سيكون سريع القضاء من عند رب العالمين. انت منتظر امر زي ما قلت لك، وانت قلت ايوه نعم، انت منتظر امر من الامور وهذا الامر لم يتحقق ولم يتيسر، هذا الامر معقد، هذا الامر ملخبط، بس ربنا سيحقق وسيعطيه الله جل وعلا لك. على التمنية اللي هم حملوا العرش ربنا ذكر عدد 8 في القرآن الكريم، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم الثمانية، فيدلنا ربنا سيمن عليك بالقوة والصحة، وربنا من عليك أم محمود بالفهم. عدد 2 و3، 2 يدل على الخير المضاعف، رقم 3 ده ربنا سيمن عليك بالصحبة الطيبة اللي هو حينصحوك ويرشدوك إلى أمور الخير، الرأي الرشيد والسديد. لما أنت ما ترجعي لورا، انت دائما تتاخذي قرار وترجعي فيه، او ما عرفتش تاخذي القرار الصواب الصح، ودي اصلا بطبيعه الحال عند كثير من الناس. في الرؤيه الثانيه انا سالتك عندك مشاكل؟ قلت ايوه، لان الرؤيه تبين يا ام محمود انت تفتقدين الى نعمه الامن والامان. الظاهر حياتك على كف عفريت او على كما يقال، يعني انك انت مش مستريح، ما عندكش الامان للحياه، ما تفكري في المستقبل كثير، مشغولة بأمورك القادمة، هعمل إيه وحسوي إيه، لما يحصل كذا حيكون كذا، وقيسي على هذا المنوال، والله أعلم يا أم محمود. اتفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. أفضل الشيخ ورق. الحمد لله يا حبيبي تمام. حضرتك بحلم على طول بضياع الحذاء بتاعي. تمام. مرة في المسجد أصلي وأطلع أخرج من المسجد ما ألاقيش الحذاء بتاعي، مرة ألعب مثلا كورة وأخرج ما ألاقيش الحذاء بتاعي. تمام. أنت متزوج يا محمد؟ لا حضرتك. مش متزوج، سنك كم سنة؟ 30. أمورك معقدة في الزواج أو أمورك غير مهيئة لأمور أمر الزواج؟ نعم. أمورك معقدة أو أنت ما عندكش يعني الدوافع لأمر الزواج؟ هي كانت معقدة وابتدت تتيسر شوية شوية يعني. ما هو موضوع الحذاء اللي أنت مش لاقيه، لأن سامحني في اللفظ أو سامحني الفتيات في اللفظ، أن الحذاء يبين على الزواج وأنت تفتقد الحذاء، يعني أمر الزواج من بالنسبة لك أمر معثر، غير مهيأ، غير مرتب. أسأل الله جل وعلا أن في الأيام القادمة تجد الحذاء وتجد الزوجة الصالحة حبيب الغالي، والله أعلم. في حد معانا؟ اتفضلي يا حسناء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا حلمت سنة نكون بنصلي الجمعة وأنا بصلي ورا الإمام في الجامع، وفي ستات جنبي بيصلوا غلط ولا غلط، فأنا كنت بصلي وراه صح، وبعد ما صليت الجمعة وانتهيت من الصلاة كان في أطفال في الجامع وواحدة محفظة قرآن، كنت أنا بحفظ الأطفال القرآن وبحفظهم سورة الأعلى. أنت سنك كم سنة يا حسناء؟ 20. ربنا يطول في عمرك وربنا يحفظك. أنت يا حسناء ربنا من عليك بالفهم والمعرفة، وإن الرأي بتاعك يا حسناء بين قوسين كده دائما الرأي فيه الصواب ليس فيه الخطأ في معظم الأحيان، وغيرك من الناس رأيهم بين قوسين كده فيه الخطأ وليس فيه الصواب، بس هم بيشوفوا الرأي بتاعك أنت يا حسناء، رأيك أنت رأي شاذ، رأي غير مقنع، غير مجزي، رأي غير صحيح، ودي أصلا يا حسناء دي بطبيعة الحال الآن والعياذ بالله عند كثير من الناس، يعني يصدق الكاذب، وقيسي على هذا المنوال يا حسناء،
أسأل الله إن ربنا يحفظك ويصونك يا بنيتي، والله أعلم. اتفضلي يا زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زينة. حضرتك أنا عندي حمام بيحضروني من أنا وعندي 12 سنة. أنت سنك كام سنة يا زينة؟ 23. وربنا يطول في عمرك إن شاء الله يا بابا، اتفضلي. أول حلم أنا دايما بلاقي نفسي واقعة من مكان عالي قوي. تمام. بس الصورة اللي بقع فيها أو شكلي إيه، فأنا بحس إن أنا نازلة كده بالراحة، يعني مش واقعة واقعة، فاهم؟ نعم. وبلاقي نفسي وقفت على رجليا. تمام. الحاجة التانية بقى دي اللي أنا سألت عليها شيخ وقال لي إن أنت ممكن يكون معمول لك سحر مثلا. تمام. حاجة زي كده اللي هو دايما أبقى عارفة ناس عارفة أسميهم يجوني على صورة تانية خالص وشكلهم غريب كده وبيناموا معايا. تمام. بس كده. لا، لما حد بينام معاكي في المنام الأشكال الغريبة دي، هذا المنام متكرر يا زينة؟ ما دول الاثنين متكررين. المتكرر ده بيتكرر معاك كل قد ايه فترة؟ اللي هو الرؤية الثانية؟ هو ده كل يوم. ده كل يوم. كل يوم؟ انت يا زينة في حد في الحقيقة ظلمك او افترى عليك كذب او عمل لك اشكال او خلاف؟ للأسف. تمام، خلاص وضحت الرؤية. هي كلام الشيخ اللي قال لك دي صح، يعني لا ننكر، ولكن لا نستطيع ان نقول سحر، ما اقدرش يعني اجزم اقول ان هو سحر. انت مصابه بنوع من انواع الاذى او الحسد، عليك يا زينه انك انت تحصني نفسك بآية الكرسي، المعوذتين، الاخلاص، قل هو الله احد، في الصباح وفي المساء. انا على طول بقراهم قبل ما بنام. حافظي عليهما ان شاء الله. الشيء الثاني يا زينه يدلل ان في حد ظلمك او افترى عليك كذب، أو في حد لا يريد لك الخير، لا يريد لك الراحة أو السعادة أو الأمن أو الأمان أو الاستقرار، وقيسي على هذا المنوال. أسأل الله يا بنيتي أن يحفظك ويصونك ويرعاك، والله أعلم. اتفضلي يا عزة. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عزة. بقول لحضرتك أنا حلمت إن في طبق، نعم، مليان مية وفي قطع لحمة. أخويا بيقول لي اللحمة دي ليكي، بس اللحمه كان شكلها جميل ومتقطعه قطع كده. يا عزه. ايوه فندم. الطبق ده كان فيه ميه وفي لحمه؟ في قطع لحمه كده متقطعه. تمام. واخوك كان معاكي في المنام يا عزه؟ ايوه. طب انت او اخوكي، انتوا الاثنين في حد منكم يعاني من تعب او مرض يا عزه؟ لا يا فعلا يا حضرتي الشيخ. قولي الحمد لله. الحمد لله. لأن المنام يا عزة يبين إن ربنا سيحفظك وسيحفظ الأخ من جميع الأمراض الخبيثة، لن تبتلى بمرض خبيث قط، فقول الحمد لله. الحمد لله. والله أعلم يا عزة. تؤمرين أمر يا عزة؟ شكرا. تؤمري أمر. اتفضلي يا أمل. اتفضلي يا أمل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمل. عايز احكي لك عندي رؤيتين يا شيخ. عندي رؤيتين. حلمانه ببيت جديد، بس ببيت جديد كده وانا تايهه فيه، بس مش عارفه في دوامه كده، بس حلمانه ببيت جديد يعني. ومره ثاني يا امل، واحد انت اصلا تايهه في الحياه يا امل، انت طيبه جدا يا امل. وقت الصوت يا امل. ماشي. انت تايهه والناس بتضحك عليك يا امل، لان قلبك من القلوب الطيبه الرقيقه، يعني انت انسانه طيبه القلب، والانسان اللي طيب القلب حلم يضحك عليه. انت كذلك يا امل، ما وضعش حقك ولا حظك في الحياه مع الناس. ايوه والله يا شيخ. قول الرؤيه الثانيه يا امل. والله ايوه يا شيخ. حلمنا ثاني يا شيخ ان جاريه واحده وبتخبز في رغفه، تمام، وراحت بتجرس فيها وراحت بقت تديني العيش، يعني على طول بحلم بالعيش. انت منين يا امل؟ من اي محافظه؟ من الفاش. اهلا اهلا بيكي. اهلا بيكي. الله يبارك لك. ده يدلل الذريه الصالحه يا شيخ. ربنا ده يكرمك بالذريه الصالحه ان شاء الله. بس المنام الثاني من موضوع العيش، انك انت انسانه محبوبه وانسانه مالوفه، يحبك الكثير ويالفك الكثير من الناس يا امل، والله اعلم. اتفضلي يا ام حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا حلمت انني رايحه الكليه امتحن. نعم. بس انا مخلصه كليه يعني من 6 سنين كده. تمام. فانا مش عارفه رايحه الامتحان ومش عارفه يعني ايه، مش مذاكره يعني. تمام. فانا قلت الامتحان هيبقى الساعه 2 الظهر وانا هذاكر ايه المده الصباحيه دي. تمام. جالاني على هيئه ان انا رايحه مع اخو جوزي في العربيه. تمام. وبعدين اتخيلت ان انا مع جوزي. نعم. ومعايا بنتي جنى. تمام. فركبنا عربيه، العربيه حلوه خالص من جوه، وماشيين يعني في الطريق. الطريق على هيئه ممكن نمشي في وسع وممكن ضيق، بس العربيه بتعدي وانا بقول العربيه مش هتعدي. تمام. وناس بتبص علينا عادي وبس. صحيت على كده يا امل. وجوزي بيكلمني مثلا عايز يقبلني في الحلم، في الحلم، وانا مش راضي. قلت لا الناس. تمام. ده الحلم اللي انا حلمان بيه. يا ام حسن، أسأل الله إن ربنا يسعدك وإن ربنا يحقق لك الأمان والأحلام يا أم حسن، لأن موضوع الجامعة أو موضوع الامتحان يدل إن هناك حلقة مفقودة في حياتك يا أم حسن، هناك أمر غير معلوم وغير مفهوم. الحلقة دي فيها شيء مفتوح غير مغلق. إيه هو؟ فتشي في حياتك. أنت أكتر واحدة عارفة حياتك يا أم حسن. أسأل الله إن ربنا يغلق لك هذه الفتحة، وإن ربنا يحفظك من الخلافات والمشاكل ومن النكد، وإن ربنا يطول في عمرك يا أم حسن، والله أعلم. اتفضل يا أم هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم هاجر. عندي رؤيتين بالله عليك عايزة أفكر. قول الرؤية الأولى يا أم هاجر، لو كانت قصيرة هقول لك الثانية. حماتي المتوفية، إن أنا وهي طلعنا على صوت البيت عندنا. على صوت يا أم هاجر. حضرتك خليتك حماتي المتوفية. تمام. طلعت أنا وهي على صوت البيت، وقفت كلمتني شوية، إحنا نازلين على السلم، بصيت على السما لقيتها قمرين. تمام. بس حماتي مش شايفة، وأنا شفتهم أنا وفي غير عليهم غيمة صغيرة. أنا عايزة أقول لحماتي، قلت لأ أنا هي ما شافتهمش أنا مش هقول لحد. تمام. دي أول رؤية. يا ام هاجر. أيوة. انت معاكي اولاد ذكور يا ام هاجر؟ لا والله. سيمن الله عليك بولدين يا ام هاجر. قول رؤية تانية. الحمد لله انا معايا 4 بنات. ربنا يحمنا عليك مش بولد ان شاء الله، ده باتنين يا ام هاجر. الحمد لله يا شيخ، الحمد لله. الحمد لله. قول رؤية تانية. التانية بقى، تاني يوم خطوبة بنتي على طول. نعم. قلت ان انا ماشي انا وجوزي فلقيت حريم بتتوضى في الشارع. تمام. هما في المسجد بس اللي في الشارع سيد. نعم. انا كنت مستغربه، وكان في حنفيه على باب المسجد، وقفت اتوضيت ودخلت الجامع عشان اصلي. تمام. فلقيت الناس رجاله وحريم يصلوا غلط، يعني ايه كل شويه يدوا يشوم للقبله مره على اليمين ومره على الشمال. تمام. انا بقيت واقفه وخايفه ومش عارفه اعمل ايه. تمام. خصوصا استغربت اكتر ان كان في شباشب معملتش في اللفظ في الجانب. تمام. وكنت مستغربه من سنه وفضل طول النهار معايا. ده ربنا هيتم لك امر من الامور يا ام هاجر، في امر معين ربنا سيتم وسيكمله الله جل وعلا لك. وان ربنا من نعم. النبي دعي لي. تؤمرين امر يا ام هاجر، اسال الله جل وعلا ان ربنا يمن عليك بالصحه والعافية والقوة، وأن يمن الله عليك إن شاء الله بالذرية الصالحة من الذكور إن شاء الله، والله أعلم يا أم هاجر. معنا آية، تفضلي يا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا آية. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كان عندي حلمين بس قصيرين. تفضلي تؤمري أمر. أول حلم حلمت إن أنا جوزي بيقول لي وجعي لي جوافاية، إحنا في الحقيقة عندنا شجر الجوافة. تمام. فأول واحدة فبشوه الطوبة وقعت أول واحدة فطلعت مضروبة كده مش حلوة. فوقعت الثانية طلعت جوفية كبيرة خالص وجوها جدي صغير. تمام. فأنا طالعة بقول له إن أنا لقيت في جوا الجوفية جدي صغير، فقال لي خديه جوا دخليه وكده وغطيه وما تقوليش قدام حد، واللي يسأل يقول لي إن هو بتاعنا. أنت معاكي أولاد يا آية؟ لا لا يا فضيلة الشيخ وحضرتك، انا عندي مشكله كبيره خالص في الخلفه، وجميع الدكاتره بتقول انك مش هتخلف. ما هو الدكاتره قولوا براحتهم، وان كان نحترم امر الطب طبعا،
لان موضوع الجوافه اللي وقعت اللي هي البايظه اللي غير صالحه هو الامر كلام الاطباء، ولكن الجوافه الاخرى التي نزلت هي موضوع الحمل، سيمن الله عليك بالحمل. الله يبارك لك يا رب. وانك انت انسانه مطيعه الى زوجك، عندك حسن الطاعه وحسن الالتزام، ومن الله عليك بالصفات الطيبه الجميله التي شهدناها، يعني من الصفات مع الامهات والاخوات في القدم من زمان. اسال الله ان ربنا يحفظك ويصونك ويمن الله عليك بالذريه الصالحه ان شاء الله يا ايه. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. معلش يا حضرتك الشيخ، حلمين صغيرين. اتفضلي. مليح كانت كل اللي تسجل حلمين حلمين. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. معلش. اتفضلي تقولي. ماشي الله يخليك. اول حلم بحلم ان انا اتخبى غير الرز بتاعي خالص. تمام. بس على مستوى يعني مستوى عالي، بس مفيش عيب فيها غير البوتاجاز. تمام. عيونه و يعني مش شغاله. تمام. ده اتكرر معايا مرتين الحلم ده. تمام. والحلم الثاني بحلم ان انا ماشيه في الشارع من غير هدوم. من غير هدوم. تمام كملي. اخر حلم معايا اتكرر معايا ان ماشيه من غير هدوم ومكسوفه، ولقيت روحي دخلت جامع وغيرت يعني ولبست كده. يا ام عبد الرحمن. ايوه. انت ما تصلي يا ام عبد الرحمن؟ لا لا والله. ما عشان كده انت ما تشوفي نفسك من غير هدوم يا ام عبد الرحمن. الله يصلح حالنا وحالك ربنا. هفسرك اسمعينا من التلفزيون. اولا موضوع الشقه في الرؤيه الاولى، ربنا من عليك يا ام عبد الرحمن، ربنا بيقول لك ان ربنا من عليك بنعمه الامن والامان والاستقرار، ربنا من عليك يا ام عبد الرحمن بكثير من النعم، فلما انت يا ام عبد الرحمن لا تكوني حامده وشاكره الى انعم الله؟ مش انت، ده كثير من الناس وكثير من الامه، ربنا اعطاهم كثير من النعم، ولكن في بعض من الناس غير شاكره وغير حامده الى انعم الله. فربنا بيقول لك يا ام عبد الرحمن، لان في الرؤيه الثانيه موضوع انك انت بدون ملابس، انت مقصره في طاعه رب العالمين، عليك بالالتزام في الطاعه وفي الصلاه والاستغفار والصلاه على خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام. انت لما كنت بدون ملابس اول شيء اتحميتي فيه واتدريتي فيه المسجد، معناه انك انت تذهبي الى ربنا، ففروا الى الله، فر ربنا يا ام عبد الرحمن، ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك والله اعلم. اتفضلي يا شيماء. الو. ايوه اتفضلي يا شيماء. لو سمحت يا شيخ، انا حلمت وانا ماشيه في الطريق. نعم. شفت شجره بركان كبيره. تمام. ومليانه بركان وفي الارض مليان برد. تمام. انا لقيت كيس بركان فلقيت النص بطيخه، فاخدت كيس بركان مليان وخدت البطيخه ومشيت. انت متزوجه يا شيماء؟ ايوه، ولحد دلوقتي ما حصلش حمل. ما هو البطيخ اللي انت خدتيه، لان البطيخ نكد، البطيخ هم، البطيخ ضيق. انت عندك تعب او برد يا شيماء؟ لا الحمد لله. قول الحمد لله. موضوع الثمار ده رزق، وربنا سيمن عليك بالخير. اسال الله ان يمن عليك وعلى كل من تريد الذريه الصالحه. اسال الله ان يحقق الله جل وعلا الى كل امراه تريد خير أن يحقق لها الأماني والأحلام والله أعلم. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد. يا شيخ أنا شغال بقالي 8 سنين في التربية والتعليم. تمام. بالعقد مؤقت. ربنا يكرمك وتثبت إن شاء الله يا محمد. يا رب. فأدي أمي والدتي. وطي التلفزيون يا محمد، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون يا محمد. أوعى. حاضر. والدتي حلمت ان في شهر 11 ان في حد بيديها جواب. تمام. جواب انني استلمت التعيين. تمام. شهر 11 اللي فات. تمام. ويا شيخ اني بينجل مني ميه، بينجل مني ميه، واني نايم بقوم الاقي في ميه
مغرقل هدومه مش عارف اصلي، ولما بخش الحمام فيه هدوم فيه ميه بتنزل على طول بتقطر مني ميه على طول. لا يا محمد، مش عارف اصلي. محمد الميه دي من ده دي في الكلام ده اللي انت ما تحكيه الثاني ده في الحقيقه ولا في المنام؟ اللي هو الميه. اه يعني انت ما تقوم من النوم ما تصحى تلقى ميه، تلقى ميه عندك ميه. اه في الماء في الهدوم. في الهدوم يعني ايه؟ في من الاعضاء التناسليه. اه تمام. دي ماله ده؟ اه بس كده هفسرك. يعني انا هفسرك ان شاء الله، هقول لكم قصه عجيبه جدا لو سمح المخرج ان شاء الله. اولا يا محمد يدل ان موضوع الجواب ربنا سيمن عليك وهتستلم تعيين وهتثبت ان شاء الله. نزول الماء دي في علم الرؤى والاحلام ده عجيب جميل. نزول الميه يدل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني تفريج هم وتيسير امر، وربنا سيزول عنك بلاء ونكد وامراض وقيس على هذا المنوال. علم الاحلام ده عجيب غريب. واحد محكي لي والله العظيم واقسم لكم بالله يعني شخصيه مرموقه جدا، شخصيه في المجتمع عظيمه جدا، محكول لي بيقول لي يا فضيله الشيخ أنا حدث معايا أمر عجيب عظيم جدا. حصل معاك إيه؟ قال لي والله أنا بكلمكم على الكلام اللي قاله هو، الله أعلم بالمصداقية، وهو عمره محجب على نفسه لأن هو شخصية مرموقة. بيقول أنا نايم، أنا متأكد 1000% إن أنا نايم بعباية النوم، لأن أنا ما أقدرش أنام إلا غير بعباية النوم، تعودت منذ الصغر. تمام، إيه اللي حصل معاك؟ بيقول لي أنا وجدت نفسي صحيت من النوم، صحيت من النوم في الحقيقة أبص ألقى نفسي إن أنا على سرير النوم بالملابس الداخلية، لابس ملابس داخلية وأنا مش نايم بالملابس الداخلية. ويقسم لي بالله يا فضيلة الشيخ والله أنا نايم بعباية النوم. بيقول لي والغريب من ذلك إن أنا عملت على نفسي حمام، أنا جاي من النوم لقيت عامل نفسي حمام من الأعضاء التناسلية من القبل والدبر الاثنين مع بعض، وهذا الأمر لم يحدث في حياتي على الإطلاق. دي في علم الرؤى والأحلام أشياء عجيبة غريبة تحدث يطول عنها الكلام. إن شاء الله هنكون متواجدين معاكم دائما إن كان لنا في العمر بقية، وهنحدد معاكم الميعاد يعني في الحلقات القادمة إن شاء الله. فانتظرونا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.